نتطرق الى هنا ونقول اذا صارت المشكله في عضو لحد ممكن تتبع المرض المعين مرض معين، بس ما ناخذ به يعني عمق او ندخل بتفاصيله مثل ما راح تاخذه بالباثو. اوكي، احنا ان علاقه نتعامل مع كل شيء طبيعي يحدث داخل الجسم، شلون تشتغل الاعضاء وشلون تعمل الاعضاء داخل الجسم. الجنرال فيسيولوجي، الاورجانيزم ممكن تكون وحده الخليه تعمل بخليه واحده، وممكن تكون متعدده الخلايا مثل جسم الانسان يتكون من عده من مجاميع من الخلايا. هذه الخلايا ممكن تندمج مع بعضها البعض تكون جهاز سيستم مثل جهاز الريسبيراتوري سيستم، الدايجستيف سيستم، الريبرودكتيف سيستم وغيرها. كل خليه الان في كل جهاز لها تخصص بعملها، يعني الريبرودكتيف سيل ما لها علاقه بالريسبيراتوري سيل، كل خليه لها وظيفتها تؤديها حتى تزود الخليه الثانيه بما تحتاج وتوصل الى حد عمل مترابط واحده مع خليه مع اخرى، وبالتالي يسوي هوميستاسيس داخل الجسم وتعمل الاعضاء كلها بصوره طبيعيه. النيوسيلولر اورجانيزم اول فايرال بروسيس فايتال بروسيس اوكر ان سنجل سيل از ان ذا ايفالويشن اوف ذا مالتي سيلولر اورجانيزم هاز بروكوزيت فيريوس سيل جروب اورجانيزد انتو تيشو and organs have taken on over particle function in human and other vertebrate animals. The specialized cell group تتضمن لنا مثل ما قلنا gastrointestinal system راح تكون الان الخلايا اتحدت مع بعض سوى التشو، والتشو الان سوى نظام او سيستم كامل مثل gastrointestinal system digestive and absorb الى وظيفته digestive and absorb the food. respiratory system وظيفته انه تيك الاكسجين وطرح ثاني اكسيد الكربون. urinary system وظيفته ازاله الفضلات من الجسم. cardiovascular system وظيفته distributing nutrient والاكسجين and the product of metabolism. reproductive system هو وظيفته انه التكاثر او preparation to the species. And the nervous and the endocrine system to coordinate and integrate the function of the other system. سؤال ممكن نسأله: What is the general physiology? General physiology هي a branch of biological science which deals with the study of the how the human body function. اللي قلناها في بداية المحاضرة هو العلم اللي يتعامل مع الجسم بشكل الكامل، كل عضو على حدة كيف يعمل وكيف يؤدي عمله داخل جسم بصوره طبيعيه normal function. All cells tissue and organs perform their function in concert with the each other as a smoothly operating system. مثل ما ذكرناها ايضا كل الخلايا وكل الانسجه ترتبط مع بعضها البعض وتعمل بشكل نظام واحد بشكل سيستم واحد. Knowledge of the mechanism in which these system work have been obtained experimentally through application of the scientific method. المعلومات اللي حصلناها او اللي المعرفه اللي حصلناها من كل نسيج او من كل عضله او من كل خليه هي بالبحوث والتجارب اللي تأدت عليها حتى نفهم طريقه عملها. الصوت واضح شباب؟ نعم دكتور بلزم اخير نقطه شويه مدل لحق نركز. اسمحوا لي واحد اول شيء البنيه شنو تفضلي ايش قلتي؟ بلا زحمة ممكن تبطئ شوية مدى اللحق نركز مدى تلحقون تركزون زين. السؤال الثاني دكتور ممكن أخير نقطة knowledge of the mechanism knowledge of the mechanism in which this system work have been obtained experimentally. هذه الخلايا أو الأعضاء شلون تشتغل هي عن طريق التجارب اللي تأدت بالمختبرات وشوف طريقة عملها وبالتالي فهمنا طريقة العمل مالتها. واضحة؟ واضحة دكتور. Human physiology الهدف ان نعم عيني الملف الأول PDF اوكي
والملف الثاني الباوربوينت اللي هسه احنا نشرح عليه. تحبين تقرين على تحب تقرا على البي دي اف، تحب تقرا على الباوربوينت، نفس الشيء. إيمو احنا بالباوربوينت دائما محاضره الباوربوينت ناخذ الشغلات اللي يعني شلون نقول مختصره ونضيفها، ونضيف عليه امور بسيطه، بس بالمجمل الاساس بالبي دي اف هو يكون مفصل اكثر. اوكي، وكلها الموجوده بالباوربوينت راح تشوفيها بالبي دي اف اذا تركزين بيها شويه، يعني اختلاف التعبير ولكن الشيء واحد، المعنى واحد. اوكي، فتقرين الباوربوينت تقرين البي دي اف نفس الشيء. كمل طلاب. كمل دكتور. والله أكون أفضل يعني، أو في نهاية المحاضرة، في نهاية كل من عنده سؤال يعني يتفضل يسأل قبل. أنا رحم الله والديك يسأل على الأستاذ ريدة حتى لا نقطع سلسلة الأفكار، حتى نبقى مترابطين كليتنا. اللي عنده سؤال شباب الله يحفظكم منا وهيك، اللي عنده سؤال لا يدخل على لا يدخل بالمحاضره، يحضر سؤاله بنهايه المحاضره، اللي عنده سؤال بعيني اجاوب اللي يحب اللي يسال عليه. اتفقنا شباب؟ نكمل ان شاء الله، نكمل ان شاء الله. هيومن فيسيولوجي، الهدف من الفيسيولوجي هو to explain the physical and chemical factors that are responsible for the organ development and progression of the life. يعني الهدف من الفسلجة أو الهدف من دراستنا للفسلجة، مفهوم الفسلجة هو نفهم ونوضح الأمور الفيزيائية والأمور الكيميائية والعوامل المرتبطة بهن اللي تكون مسؤولة على كل منشأ وتطور للعضو، وبالتالي توفر لنا ديمومة الحياة والمعيشة عن طريق استمرار هذا العضو بالعمل. Each type of life from the simple virus to the largest tree of the complicated human being has its own functional characteristics. يعني كل الخلايا من وحدة الخلية إلى الإنسان اللي يعتبر هو أصعب تفرعات الخلايا، تعمل كلها مع بعضها بشكل واحد حتى تؤدي وظيفتها. لكل خلية ولكل نسيج مثل ما ذكرنا، ونرجع نقول إلى كل واحد صفات وأمور وظيفية خاصة. يعني الريسبيراتوري سيستم ما يتداخل مع الداجستيف سيستم، الكارديو سيستم الكارديوفاسكولار سيستم ما يتداخل مع النيرفوس سيستم، خلية النيرفوس سيستم تختلف عن خلية الكارديوفاسكولار سيستم، ولكن بالنهاية خلية النيرفوس سيستم مع خلية الكارديوفاسكولار سيستم ده توفر الهيموستاسيس، وبالتالي توفر معيشة وديمومة العمل للخلايا الجسم ككل حتى تؤدي وظيفتها بصورة مستمرة وصورة على أكمل وجه. The vast field of physiology can be into viral physiology, bacterial physiology. طبعا التطورات وتطور العلم قسموا الفسيولوجي لكل كائن حي، مثلا عندنا اكو علم متخصص بالفيرال فسيولوجي، قسم متخصص بالبكتيريال فسيولوجي، بالسيل فسيولوجي، بالبلانت فسيولوجي، للهيومن فسيولوجي، and many more subdivision. بالهيومن فسيولوجي we aim to explain the space human body that make it alive, a living being. فرق الفسيولوجي عن الباثولوجي عن الاناتومي، هو الفسيولوجي قلنا هو اذا ذا ساينس يتعامل كمال فانكشن نورمال فانكشن، ارجع واكد الفسيولوجي يتعامل مع النورمال فانكشن اوف ذا ليفينج اورجانيزم اد اتس بارت اوف ذا فيزيكال كيميكال بروسيس فور. بينما الباثولوجي هو study the disordered body function، يعني حال انه مثلا الكارديوفاسكولار سيستم بد مشكله او ديفكت اصبح مرضي، الان صارت باثوفيسيولوجي مو فيسيولوجي مو نورمال فيسيولوجي، يعني بين قوسين disease the basis for the chemical medicine.
أما الأناتومي هو study of the structure and relationship between body part. الأناتومي ده يدرس تراكيب الجسم وعلاقتها مع بعضها البعض بشكل جزء واحد. Study of physiology and since the study of life is take a question about the internal working of the organism interact with the world around them. درست في نسأله سؤال بسيط ممكن نسأله هو why do we shiver when we feel cold؟ ليش احنا نشعر بالرجفة او بالارتجاف عندما تكون الجو بارد؟ الجواب to help us warm up other shaving increase body temperature. احنا من يكون الجو بارد نشعر برجفة، نحرك ايدينا مو اعتباطا وانما حتى شنو، حتى نساعد على انه نصعد درجة حرارة الجسم ونشعر دفو جسم. الأسئلة ممكن نطرحها how does this happen, what is this cause, what will be this its effect. اوكي يعني الطريقة هاي ليش حدثت، شنو سببها، شنو تأثيرها او شنو الفائدة من عدها. الجواب بالمخطط التالي: temperature sensitive nerve cell detect fall in temperature. إذا هنا أنا أول شيء أنت جاله حافز أثر على مستقبل موجود بالجسم. Impulse and transmitted to brain hypothalamus. الآن هذا الحافز النقل من الريسبتر الموجود بالجسم، النقل عن طريق الأفرنت نير راح إلى الدماغ الكنترول حتى يقول له ترى الجسم الآن بارد، نتصرف او شنو ندي الوظيفه او العمل المناسب حتى نرفع درجه حراره الجسم. Brain arise get activated. هنا الدماغ راح يتنشط ويحد وياثر على ينطي الإعاز المناسب ويرجع عن طريق الافرنت نير عن طريق الانفولونتري اوسيليتنج ماسل كونتراكشن شيفرنج، حيسبب لنا تقلص بعضلات الهيكليه السكيتال المصل حتى شيء يسوي زياده بالبدي تمبريتشر، ترجع الوضعيه، ترجع درجه حراره الجسم الى وضعها الطبيعي. اذا هذا المخطط هو فد شيء بسيط يوضح اجابتنا على السؤال اللي طرحناه. اذا بالفستج نحتاج الى ستيمولاس اللي يعني حافز مؤثر يدخل على ريسبتر موجود بالجسم، كان يكون يعني اطراف الاصابع، داخل الجسم او اي مكان، الى ريسبتر يستقبل الحافز، ينقل الحافز هذا الى الدماغ عن طريق الافرنت نير للكنترول للسيطره، جهاز السيطره المسؤول على الجسم كله، عن الانسان كله. الدماغ الان يبرمج الحركه مالته الى انه اي شيء يتحرك، اذا مثلا درجه الحراره راح يؤدي منخفضه بالبرد يطفى الايعاز الى عضلات الهيكليه تتحرك تزيد بالحركه مالتها حتى تدفي الجسم. اذا كان ارتفاع او انخفاض بالضغط راح ياثر على القلب انه يزيد او يقلل بالحركه مالتها حتى يسيطر على على الضغط، المعده، الجهاز التنفسي وغيرها من الاعضاء. كل من يجي له تفسير او توجيه عمل من الكنترول اللي هو الدماغ، ادي الوظيفه التاليه حتى ترجع الجسم الى حالته الطبيعيه. الان رجع الجواب عن طريق الافرنت نير يرجع الى العضو، بالتالي تاديه العمل المناط او الاستجابه للاشاره المرسله من الدماغ لتاديه العمل حتى ترجع الحاله الى وضعها الطبيعي. عفوا دكتور. تفضل دكتور. الافرنت دكتور ليش يكون انفولنتري يعني دكتور؟ ليش يكون اوتونوميك يعني دكتور؟ انت شنو قصدك بالافرنت؟ انت تدري الافرنت هي شنو؟ نعم دكتور، هي تستقبل الافرنت والافرنت هي تنطق. شنو انا ايش قلت افرنت نيرف يعني عصب ده ينقل الحافز. ان شكتك ابره باصبعك، شعرت بالم، استقبل الريسبتور الموجود بالاصبع، شلون ينقل الالم من الاصبع للدماغ؟ شلون ينقل؟ نعم دكتور، عن طريق الافرنت نيرف. رحم الله، نقل الافرنت نيرف راح للدماغ. الان الدماغ فسر هذا الالم انه انت عندك شكه اصبع، تصرف بالطريقه التاليه. الدماغ ايش راح يسوي؟ شي يرجع افرنت نيرف
بالايميل. رحم الله والديك، هذا القصد بالمعلومه. طيب يرجع الجواب، يرجع الجواب من من الدمار الى الاصبع، ابتعد الاصبع عدل عن ال دكتور، يكون انفولنتري يعني لا ارادي، مو اوتونوميك يعني تابع. انت حسب 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 الحافز، ماكو انفولنتري وانفولنتري. احنا لا تتدخل الان تدخل بالديتاها بشكل يعني عميق. يعني انت انا دا افهمك بصوره بسيطه، دا اقول لك واضحه عيني هاي دكتور. هذا العصب الى الدماغ، اوكي، يعني هو شنو دا ينقل الالم، راح للدماغ، الدماغ فسر الحركه مالته، رجع الإعاز الى العصب انه الى الى العفو الى الاصبع انه ابتعد عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن, الـ عن الدمبوس، عن موقع الالم. يبتعد الـ يبتعد الـ 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 الاصبع بحركه انفولنتري، بحركه يعني غير مسيطر عليها. هذا الحركه مالته. انت الان عفوك من انه هذا فولنتري انفولنتري، احنا دا نقول افرنت وافرنت، ودى الحافز رجع الاجابه على اساسها تحركت العضله، العضله اللي تتحرك انفولنتري انفولنتري. فهمت علي؟ تمام دكتور، عاشتينك. فلا تدخل بالعصب، العصب مالك العصب هو عباره ده ينقل ويرجع، ينقل مسج ويرجع مسج. يبقى الحركه للعضله هي حركه واضح؟ واضح، عاشتينك. انت خاف قلت انفولنتري اوسيليتنج مصل، هنا ده نقصد للعضله حركتها لا اراديه، انه تكون تتقلص العضله حتى شو تسوي؟ ترفع درجه حراره الجسم. تمام افهم انت. والعصب ينقل رساله ويرجع رساله، ينقل رساله ويرجع رساله من مركز السيطره العام اللي هو الدماغ. تمام. Physiology is concerned with the way the system function and the way each contribute to the function of the body as a whole. So physiology will deal with the following three concepts: structure and the shape of the body part and their function, the heredity of the structure organism, and homeostasis. بالسؤال اللي طرحناه والسؤال اللي جاوبنا بالمخطط هذا البسيط، شيء بسيط بسهوله جدا، الفسلجه فهمناها انه تتعامل مع وظيفه الجسم ومع خلايا الجسم وتؤدي وظيفتها بشكل واحد حتى نوصل الى النقطه الاخيره اللي هي الهيموستاسيس. اذا هو يتعامل مع شكل وتركيب كل جزء بالجسم حتى وظيفتها، يتعامل مع التسلسل الهرمي لهذه التراكيب، وبالتالي النتيجة النهائية أو الغرض من هذا العمل أو هذا الترابط هو الهيموستاسيس. يعمل هيموستاسيس. الهيموستاسيس هو شنو؟ هو يحافظ لنا على الفانكشنال كونستانسي، وظيفة الجسم تكون تعمل بصورة موحدة أو بصورة كوحدة واحدة حتى تحافظ على ديمومة كل الأعضاء، عمل كل الأعضاء. النقاط اللي ذكرناها: استيمولاس اللي هو خلينا نقول مثلا شكة الأبرة أو درجة الحرارة الباردة، استقبلها السنسر أو الريسبتر الموجود في أي موقع اللي استقبل الاستيمولاس، النقل عن طريق العصب، رجعها عن طريق الأفرنت نيرف، رجعها إلى الإفكتر اللي هو تكون عضلة الأصبع العين أي شيء أنت شوف وين أنت تعرض إلى 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 استيمولاس، رجع له الحركة المناسبة وبالتالي رجع أثر على استيمولاس إنه أنت انشكت إصبعك بالدمبوس وخرت إصبعك عن الدمبوس. أوكي، هنا أنا ماخذين البادي تمبريتشر، صعدت عن 37 درجة، الحافز تأثر، نقلها الى الى الثيرمال ريجوليشن بالبرين، رجع السويت جلاند ثيرمال ريجوليت بادي، زيد بعمليه السويتنج التعرق، وبالتالي قلل من درجه الحراره ورجعها الى وضعها الطبيعي. Cells as the living unit of the body. Cells in the basic structure and functional unit. تقريبا الجسم يحتوي على ما يعادل تقريبا 100 تريليون خليه في داخل جسم الإنسان.
هذه الخلايا قلنا راح ترتبط مع بعضها شو تكون؟ تكون تشو اللي هي او تكون نيرفس. هذه التشو ارتبطت مع بعضها البعض حتى شو تكون؟ تكون عضو اللي هو الاورجان، الكدني، الهارت، الليفر، البنكرياس وغيرها. هذه الاعضاء ارتبطت مع بعضها البعض حتى شو تكون؟ تكون سيستم اللي هو الكارديوفاسكولار، اليونري سيستم، ريسبيراتوري سيستم وهلم جر. الهيموستاسز، الهيموستاسز انت الغرض من دراستنا وتعاملنا مع الفسلجة ككل هو احنا حتى نحصل على الهيموستاسز او التناسب او التساوي في داخل جسم الانسان حتى يعمل بصورة صحيحة، ما يصير بي ديفكت. يعني اذا صار بي عدم هيموستاسز او عدم انتظام تحول الى ديزيز، تحول الى مرض، تحول الى ديفكت. التيل هيموستاسز هسه تغيرتكم؟ نعم دكتور. الهيموستاسيس هو used by physiologist to mean maintenance of the nearly constant condition in the internal environment. هو تعبير يستخدم عن طريق الفس يعني خبراء الفسلجة أو متعاملين الفسلجة أو علماء الفسلجة لمعنى أنه نحافظ على الترابط أو شروط تكون تعمل بصورة صحيحة. الهيموستاسيس the process by which an organism maintains the composition of the extracellular fluid and the intracellular fluid in the steady state condition. الخلية اللي كونت نسيج واللي كونت organ واللي كونت system تحتوي على نوعين من السوائل اللي هو ECF والICF. الاكستراسيلولار فلويد اللي تكون خارج الخليه والانتراسيلولار فلويد اللي تكون داخل الخليه. كل واحده من بين الاثنين لها في داخلها بتركيبات من العناصر والاونات والمعادن تختلف عن الاخرى. يعني مثلا الصوديوم خارج الخليه يكون اعلى من الصوديوم داخل الخليه، البوتاسيوم داخل الخليه يكون اعلى من البوتاسيوم خارج الخليه، الكلور، الفسفور، الكالسيوم وغيرها من الايونات كلها. هذا الاختلاف مو اجى اعتباطي، هذا الاختلاف بهذه التراكيب الايونيه هو لديمومه العمل للخليه. اذا زاد الصوديوم بداخلها عن خارجها اختلفت عمل الخليه، اذا زاد البوتاسيوم خارج الخليه عن داخلها اختلف العمل مالتها. ليش؟ لانه عندنا الصوديوم والبوتاسيوم هي مسؤوله عن الاكشن بوتنشال اللي يسبب الحركة للعضلة، فإذا اختلفت التراكيز واختلفت المقادير ما راح يصير الأكشن بوتينشال وما راح يصير الفعل الصحيح للخلية وبالتالي تدخل في حالة الإمراضية. الـ ECF consists of the blood fluid. The composition of the ECF is maintained by the cardiovascular, pulmonary, renal, gastrointestinal, endocrine and the nervous system acting in coordinate fashion. اما الاي سي اف هو maintained by the cell membrane which mediated the transport of material between the ICF and the ECF by diffusion, osmosis and the active transport. اذا الاي سي اف هي من البلازما، عندنا الانترستيشنال فلويد، عندنا الترانسيديوال فلويد بمحافظه تراكيبها راح تحافظ على عمل الكارديوفاسكولار والبولمونري والجاستروانتستينال وغيرها. الاي سي اف هو يكون داخل الخليه مفصول عن الاي سي اف بغشاء الغشاء الخلوي اللي يفصل داخل عن الخارج. اوكي، وهذا الغشاء ده يحافظ يعني الى نفاذيه، يكون اختياري النفاذيه لبعض ماده وعدم نفاذيته لماده اخرى. انتقال هذه المواد من الداخل الى الخارج او من الداخل الى من الداخل الى الخارج او من الخارج الى الداخل عن طريق عمليات واسعه وطرق متعدده، منها عمليه الديفيوجن، منها عمليه الاوزموزيس، منها الاكتيف ترانسبورت، منها الباسيف ترانسبورت وغير، حسب العضو حسب الطريقه اللي يحتاج بها النقل. صوره توضح لنا الاختلاف ما بين الاي سي اف والاي سي اف. بس انا قلنا الصوديوم شوف بالخارج بالاي سي اف يكون تقريبا 10 بينما تركيبه، بينما بالداخل يكون 135 ملي مول لكل لتر، بينما البوتاسيوم عكسه يكون
بالداخل يكون اربعه، الكالسيوم، المغنيسيوم، الكلور، الفوسفات، الكربونيك وغيرها من الايونات الكثيره تختلف بتراكيزها الداخليه عن الخارجيه، وهذا الاختلاف هو اللي يوفر ديمومه العمل للعضو. انتقال وميكسنج، الانتقال ومزج هذه السوائل مع بعضها البعض عن طريق السيركيولتوري سيستم. الاكستراسيلولار فلويد از ترانسبورت ثرو ذا اول بارت اوف ذا بودي ان تو ستيجز. فيرست ستيج از موفمنت اوف بلاد ثرو ذا بودي ان ذا بلاد فيزلز، اند ذا سكند ستيج موفمنت اوف فلويد بتوين ذا بلاد كابيلاري اند ذا انتراسيلولار سبيس بتوين ذا تيشو سيل. اذا هي انتقال للجسم كله، بعدين انتقال ما بين الكابيلاري وبين الجزء او العضو المستهدف. This process of diffusion is caused by the kinetic motion of the molecule in both the plasma and the interstitial fluid. هاي الحركة مات السوائل هي تعتمد أو تنتقل عن طريق الطاقة الفيزيائية أو الطاقة الميكانيكية التي تمتلكها هذه البارتيكل بالحركة، يعني الصوديوم والبوتاسيوم والفلور وغيرها يمتلك طاقة، فهاي الطاقة يستغلها في عملية التنقالة والتحركة في على كل أجزاء الجسم، في كل الجسم. هنا هذا وصلت مثل احنا الارتريول والفينز، هنا الخارج وداخل الخليه، تشوفون السهم داخل سهم خارج، سهم داخل سهم خارج، هذا هو ده يدخل، تدخل مواد تطلع مواد، تدخل مواد تطلع مواد، تدخل ايونات تطلع ايونات، يدخل صوديوم يطلع بوتاسيوم، يدخل كالسيوم يطلع يطلع كلوكوز، يدخل صوديوم يطلع كلوكوز، وهكذا باختلاف الطريقه كلها بالمجمل او بالنهايه تسوي هيموستاسيس، تسوي عمليه تنظيم، تسوي عمليه توازن بالعمل. الاورجن اوف ذا نيوترينت ان ذا اكستراسيلولار فلويد، منشا او مصادر هذه النيوترينت اللي تكون بالاكستراسيلولار فلويد هي تكون بالريسبيراتوري سيستم، ممكن عن طريق الريسبيراتوري سيستم، ممكن عن طريق الجاستروانتستينال تراكت، ممكن عن طريق الليفر اند اذر اورجان ذات بيرفورم برايمري ميتابوليك فانكشن، اللي بالليفر اللي يحتوي على مجمل او معظم العمليات الايضيه تحدث به، والمسكلو كوسكدر. ازاله هذه الميتابوليك انتي برودكت، الان احنا حصلنا وصار الايض، صار التبادل، وصارت العمل الوظيفه، حتى نزيل الوست البرودكت اللي ينتج من خلال هذه الحركه او الانتقال، ام ازيله اما عن طريق الريموفال عن طريق الكربون دايوكسيد عن طريق اللانك، the respiratory movement of air into and out of the lung carrying the carbon dioxide to the atmosphere، او ممكن تنتقل عن طريق الكدني، تنطرح الكدني remove from the plasma most of the other substances besides carbon dioxide that are not needed by the cell. الكدني العضو الخيالي او المحرك الخيالي اللي بعد الدماغ بالجسم، الكدني تسوي تنقية يومية لسوائل الجسم، تنقية وليس الطرح، تنقية تنقي سوائل الجسم خلال ال 24 ساعة تقريبا ما يعادل 200 إلى 220 لتر باليوم الصفي الكلية، تنقية وليس طرح، تنقية تنقية انه تنقي تحافظ على تراكيب هذه الايونات، تسوي تنقية للسوائل خلال ال 24 ساعة بحدود ما بين ال 200 إلى 220 210 لتر باليوم تنقية. Regulation of body function، تنظيم هذه أو تنظيم البادي فانكشن داخل الجسم يتم عن طريق أولا عن طريق النيرفوس سيستم، هو الأساس. The nervous system is composed of three major parts: sensory input portion, the central nervous system or integrated portion, and the motor output portion. السنسوري portion هو المستقبل اللي يستقبل الامبلس، السنترال نيرفوس سيستم هو الدماغ اللي يؤدي العمل او التعامل المناسب مع الاستيمولاس، والموتور اوتبوت portion الحركه اللا اراديه او الاراديه اللي تنتج حتى توفر حتى تبتعد عن الاستيمولاس. Sensory receptor detects the state of the body or the state of the surrounding. A sensory receptor ويتحف يعني يشعر أو يكاشف للحالة الجسم والحالة المحيطة به. For instance, receptor in the skin apprise when
One, whenever an object touches the skin at any point. The central nervous system is composed of the brain and the spinal cord. The brain can be store information. Appropriate signal are then transmitted through the motor out portion of the nervous system to carry out one desire. اللي ذكرناها واللي حشرناها سابقا. والله هي ترى هاي أبطأ ما يكون يعني عندنا المحاضرة يعني بعد يعني عندنا هاي بعد محاضرة بعد محاضرة فأنتوا حاولوا تستقبلون شوية بساعة أو إذا عندكم سؤال قلت لكم سجلوا يعني هاي ترى أبطأ ما يكون محاضرة غير هاي طبعا بعد محاضرة هسه نأخذها طبعا 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 إيه طبعا 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 للثنتين طبعا فلا تقلق هذا دكتور للثنتين بس احنا ما جاي نفهم اذا هيك ما جاي تفهم عود السؤال اللي تريده خليه يسجله واشرح يعني لك عفوا دكتور عفوا دكتور تفضل دكتور هو لو تخليهم بعد نهاية كل سلايد تسألهم إذا يسألون أحسن من نهاية أحسن من النهاية ما راح نخلص ما راح نخلص منا للعشرة بيخلص المحاضرة نهاية المحاضرة اللي عنده سؤال يسأل أوكي شباب الله يحفظكم على يعني هذا أشرح ده أشرح على كيفي ده أدكم بس تفهمون لأنه عندنا مادة أوكي فرجاء خلوا الأسئلة الآن إلى نهاية المحاضرة الله يحفظكم دكتور يعطي سلايد واللي محاضرة راح نظل نعيد ونحكي شباب ترى الفسلجة 23 ساعة الفسلجة أقوى مادة عندكم تتحمل الوحدات فالفسلجة تعلم من عندها أنتوا الآن الفسلجة أخذتوا قسم من عندها بالأول أحسن ما تأخذوها كلها بالثاني فقسموا لكم المادة مادة الفسلجة أطول مادة عندكم وأصعب مادة أوكي فلا أنت كل ساعة واحد يقول 30 سلايد 20 سلايد 50 سلايد ترى هاي إذا نريد نطلعها بصورة مفصلة أسلش المحاضرة 50 سلايد فإحنا اقتضبنا لكم واختصرنا لكم بالمادة حتى تفهموها فرجاء خلونا نكمل لأن الفسلجة مادة طويلة إيش قد ما راح تقرأ بها راح تكون شوف نفسك تحتاج تقرأ أكثر أوكي الله يحفظكم يا شباب أكمل المحاضرة وراها اللي عدة سؤال يتفضل قلنا عملية الريجوليشن تتم عن طريق أول شيء النيرفوس سيستم والثاني عن طريق الهرمونال سيستم ممكن الهرمون أيضا يتدخل في عملية تنظيم أعضاء الجسم الهرمون ترانسبورت in the extracellular fluid to the all part of the body حتى يساعد بريجوليت السيلولار فانكشن أهم ثمن غدد او ثمان هرمونات تنفرز من الغدد بالجسم هي موضحه في الصوره اللي هي البينيال جلاند البيتري جلاند الثايرويد جلاند الثايموس الادرينال البنكرياس والاوبري والتستس ما راح نتدخل بها الان لان راح تاخذوها بشكل مفصل في الاندوكراين سيستم معظم كنترول معظم ميكانيكات السيطره بالجسم تتم عن طريق اولا تنظيم الاكسجين والسي او 2 كونسنتريشن ان الاكستراسيلولار فلويد تنظيم الاكسجين والسي او 2 بالجسم مهم جدا حتى تشتغل الخليه الخليه اذا ما يجيها اكسجين ما راح تشتغل صحيح والخليه اذا انتجت ثاني اكسيد الكربون ومنطرح بقى بيها يعني بقى متجمع داخل الخليه راح يسبب تسمم وموت الخليه اذا لازم تكون عندنا فالطريقة متوازنة بعملية استقبال الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون. الميكانيزم تعتمد عليها on the chemical characteristics of the hemoglobin which is present in the all red blood cell which have storage strong chemical affinity for oxygen. إذن واحدة من الطرق اللي تحافظ على نسبة الأكسجين ودرجة الأكسجين موجودة بنسبتها الطبيعية هي المواصفات الكيميائية للهيموغلوبين الهيموغلوبين يمتلك مواصفات كيميائية إلى قابلية بالارتباط قابلية ارتباط قوية مع الأكسجين وبل تعمل في نفس الوقت كمكان ستورج مخزن أو مخازن لخزن الأكسجين حتى تزود الخلية بالوقت اللي تحتاجه الدم يمر خلال اللنج
بعدين add the blood pass through the tissue capillaries مثل ما قلنا الدم راح ينتقل عن طريق اللانك يسوي التبادل ياخذ اكسجين ينطي ثاني اكسيد الكربون بعدين يمر عن هذا الدم ينتقل الى الانسجه ويكون التبادل بالانسجه عن طريق الكابيلاري اللي ذكرناها يعطي اكسجين ياخذ ثاني اكسيد الكربون يرجع الى اللانك مره ثانيه حتى يتم طرحه. الاكسجين does not release oxygen into the tissue fluid if too much oxygen is already there, but if the oxygen concentration in the tissue fluid is too low, sufficient oxygen is released to re-establish an adequate concentration called the oxygen buffering function of the hemoglobin. إذن كريات الدم انتقلت عن طريق الدورة الدموية وصلت إلى الأنسجة. الأنسجة الآن بيها نسبة أكسجين طبيعي راح تعبر كريات الدم تبقى تفتر تعمل فرة مرة ثانية وترجع له ما يحتاج تنطي أكسجين. إذا كان بنسبة الأكسجين قليلة نزل مستوى الأكسجين شو راح تسوي؟ راح تنطي أكسجين لأن هي قلنا هي خزين للأكسجين الكريات الدم اللي بيها الهيموغلوبين خزين للأكسجين تنطي الأكسجين الموجود بالهيموغلوبين تنطي إلى النسيج وتنتقل تفتر مرة ثانية. هذه المواصفة أو هذا الامتياز بالنسبة للأكسجين على الهيموغلوبين الموجود هي نسميه بالأكسجين بافرينج فانكشن أوف ذا هيموغلوبين. الكربون دايوكسيد كونسنتريشن الآن وضع الكربون دايوكسيد يختلف اختلاف بسيط عن الأكسجين هم اثنيناتهم يأثرون على السنترال نيرف يأثرون على الدماغ بالعمل بس الهيموغلوبين ممكن تستفاد من الدراسة ان الهيموغلوبين لها استورج للأكسجين بس ما عاد استورج انه تاخذ ثاني اكسيد الكربون تاخذنا لا لازم راسا نطرحه بس الأكسجين لا ممكن يبقى محفوظ لفترة بالهيموغلوبين. الكربون دايوكسيد إذا زاد تركيزه بالإكسترا فلويد ريجوليت as a much different way الطريقة شنو اللي تختلف بيها؟ كل الكربون دايوكسيد فورمت بالخلية continued to accumulate in the tissue fluid. The mass action of the carbon dioxide itself would soon halt all energy given reaction of the cell. A higher than normal carbon dioxide concentration بالجسم يسبب لنا excess the respiratory center causing person to health rapidly and deeply. This increase expiration of carbon dioxide and therefore remove excess carbon dioxide from the blood and tissue fluid and return to the normal. إذا الأكسجين هو مخزون بصورة طبيعية بالهيموغلوبين بكمية مخزونة وطول ما يفتر الدم وعنده خزين يزود الأكسجين بينما الكربون دايوكسيد ما ينخزن يعني ما تشيل الهيموغلوبين تبقى تفتر به لا إذا زاد تركيز الثاني أكسيد الكربون مباشرة ينطي إيعاز إلى الدماغ بزيادة التنفس. زيادة التنفس شنو معناها؟ راح تجيب ثاني أكسيد الكربون ترفع ثاني أكسيد الكربون وتطرحه خارج الجسم لأن بقاءه بالجسم وعدم طرحه يكون مادة سامة تقتل الخلية فلازم يتخلص من عنده. فبذلك تجمع ثاني أكسيد الكربون راح يزيد يأثر مباشرة على الريسبيراتوري سنتر حتى يزيد التنفس يزيد عملية العمق مات التنفس ياخذ كمية أكسجين وبنفس الوقت يطرح ثاني أكسيد الكربون عالي خارج الجسم الوضع الجسم إلى عمله وضعه الطبيعي. عفوا دكتور دكتور محاضرة الفسج الأولى دكتور محاضرة الفسج الأولى أخذنا يعني دكتور هي الكرات الدم الحمر ريد بلود سيل هي دكتور عن طريق الهيموغلوبين تحمل الأكسجين من اللونج للتشو دكتور وأيضا تحتوي على الكربون كربونيك إنهايدريز هذا الأنزيم راح يسرع دكتور يعني هي كلها تعتمد على ريد بلود سيل مو دكتور يعني هذا الكربونيك إنهايدريز راح يسرع طبعا بين أنا إيش قلت أنا قلت شغلة صغيرة البلود سيل احدى اهم الوظائف لها هي نقل النيوتريينت. النيوتريينت شنو هي التغذيه؟ هو الاكسجين اعطاء اكسجين وطرح ثاني اكسيد الكربون يعني التنفس يعني انت تعطيك الاكسجين تنفس تعطيك الاكسجين طبعا بالجسم كله شلون ينتقل الاكسجين ينقل انت استلمت الاكسجين باللنج زين دخل الاكسجين لللنج ايش هذا خب ما يبقى الاكسجين بالرئه غير يطلع يروح للبنكرياس يروح للكبد يروح للسكيلتال مسل يروح للدايجستيف سيستم شلون ينقل
الناقل ما تمنه هو البلاد عن طريق كريات الدم الحمر. كريات الدم الحمر تنقل الأكسجين تفتر بي الجسم كله بالدم. الهيموغلوبين الموجود بالدم خاصية انه ممكن انه يعمل كستور مخزن للأكسجين بس ما يعمل ستور للثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون من يتجمع لازم ينطرح ما يبقى مخزون لفترة الى ما يوصل الى خلي نقول حد معين والطرحة. لا الأكسجين ممكن تخزن الهيموغلوبين تظل تفتر بيه الى شوف يا عضو يحتاج للطي بس ثاني أكسيد الكربون مباشرة بس يتولد لازم ينطرح لان يعني اذا بقى حيقتل الخلية. فمباشرة هو الكربونيك انهايدريز الموجود بالريد بلاس. نعم 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 الثاني أكسيد الكربون رأسا ينطي إعاز للدمار رأسا للأساس رأسا للسيطرة انه اشتغل بساعة ترى انا اتجمعت لها اذي العضو. فشي يسوي الدماغ يرجع إعاز للرئة انه يا خلايا رئوية زيد التنفس وزيد العمق حتى تسحب اكسجين اعلى وبنفس الوقت شو تسوي تطرح ثاني اكسيد الكربون اعلى حتى يرجع الجسم مستقر. تفضل دكتور. اوكي عشتي الريجوليشن اذا النظام الاول هو عن تنظيم الاول الميكانيزم هي وظيفة عن طريق قلنا تطريق الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. التنظيم الثاني عن طريق قرار ريسبتر اللي هو ينظم لنا الريجوليشن اوف الارتيريال بلاد بريشر. البارا ريسبتر سيستم It is a simple and excellent example of the rapidly acting center mechanism. الباروريسبتر هنا راح يسيطر على ضغط الدم ارتفع او انخفض حتى يرجع الدم الى وضعه الطبيعي. الاكسجين وثاني اكسيد الكربون يتعامل مع الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بينما الباروريسبتر يتعامل مع شنو؟ يتعامل مع ضغط الدم صعد او انخفض يسيطر يرجع الى النورمال. يعني اذا انخفض يصعده يرجع للطبيعي اذا صعد ينزله يرجع الى الطبيعي. اوكي البارا ريسبتر عندنا موجوده بالباي فراكشن ريجن اوف ذا كاروتيد ارتري اند ذا نيك يسمى الكاروتيد ساينس وموجوده ايضا بالارش اوف ذا اورتا اند ذا ثوركس. ماني نيرف ريسبتر كولد البارا ريسبتر تتعامل معها يسيطر عليها أعضاء التاسع والعاشر تتعامل مع هذه الريسبترات اللي ترجع إلى الدماغ ويرجع الدماغ بعد ذلك الحركة المناسبة حتى تؤدي وظيفة ويرجع الضغط إلى وضعه الطبيعي. يعني مثلا ضغط الدم انخفض الآن شو راح يسوي؟ راح يؤدي إلى أنه تم المشاهدة عن طريق الباروريسبتر أو تم التحسس عن طريق الباروريسبتر ينقل للسنترال نيرفوس سيستم اللي هو الدماغ. الدماغ الآن راح يتحفز بما أنه صار انخفاض راح يقلل عمل الباراسمباثيتك وزيد عمل السمباثيتك. قلل عمل الباراسمباثيتك حتى يزيد الهارت ريت وزيد السمباثيتك حتى يزيد الفازو كونستريكشن ويزيد الهارت ريت أيضا. من زادت الفازو كونستريكشن وزادت الهارت ريت راح تزيد الفورس كاردياك كونتراكشن وبالتالي يزيد الكاردياك اوتبوت. من زاد الكاردياك اوتبوت وزادت البريفير ريزيستنت سوى بدل ما هو منخفض رجع ارتفع الى وضعه الطبيعي. يعني انخفض فرضا خلينا نقول الضغط من 120 على 80 انصار 90 على 60 اتحفز الباروريسبتر اكو شغله مو طبيعيه لازم يشتغل اثر على الدماغ اثر على السمباثيتك اثر على الباراسمباثيتك سوى الحركه زيد السمباثيتك قلل الباراسمباثيتك بالمجمل زيد الكاردياك اوت زيد البريفير ريزيستنت سوت رجع الضغط يرتفع الى وضع الطبيعي يوصل ل 120 على 80 يرجع يستقر ينطي اعاده للدماغ انه خلاص وصلت الى وضع الطبيعي استقر يتوقف التحفيز لانه العمل رجع طبيعي داخل الجسم وبالتالي نحصل على الهيموستاسيس داخل الجسم. صوره ثانيه نوضح بها تاثيرات الباروريسبتر ريفلكس اللي ممكن يتحفز بها الدماغ ايضا يصير الباروريسبتر ريفلكس. الان عندنا ما يسمى النيجاتيف والبوزيتيف. النيجاتيف فيدباك والبوزيتيف فيدباك بصوره عامه النيجاتيف فيدباك هي تكون ستابيليتي للجسم وسوينا عمليه الهيموستاتيك او الهيموستاسيس. البوزيتيف فيدباك هي تكون ممكن تكون بروموت ا تشينج ممكن تكون قاتله او يسموها الفيركل سايكل
one disease and sometimes death. يعني البوزيتيف فيدباك اذا عملت لوحدها فهي تكون instability بتكون وتسبب disease وتسبب الوفاة. بينما اذا عملت البوزيتيف فيدباك بالتناسق مع النيجاتيف فيدباك تكون instability. اذا عمل البوزيتيف فيدباك لوحدها تكون مميتة، عملها بالتناسق مع النيجاتيف فيدباك تكون instability. بينما النيجاتيف فيدباك بالمجمل هي تكون استيبلتي، بالمجمل تكون استيبلتي. الان نلاحظ نفس الرسم اللي قلناه، الفاكتور اثر على السنسر، اثر على الانتجريت اكتيف سنتر على الدماغ، رجع الافكتور، سوى تغذية سالبة أو نيجاتيف فيدباك لأنه رجعت إلى وضع طبيعي، فلازم يستقر أنه خلاص راح المؤثر، أرجع عمل بصورة طبيعية. النيجاتيف فيدباك نيتشر أوف موست كنترول سيستم تكون قلنا استيبوليتي، احفظها دائما النيجاتيف فيدباك هي استيبوليتي ثابتة. معظم كنترول سيستم أوف ذا بودي أكت باي نيجاتيف فيدباك. And the arterial pressure regulating mechanism, a high pressure cause a series of reaction that promote lowered pressure or low pressure. Low pressure cause a series of reaction that promote to evaluated pressure. In both instances, these effects are negatively with the respect to the initiating stimulus. Hemostasis control system. يعني إذا انخفض الضغط أثرت النيجاتيف فيدباك. سوى زيادة بالضغط هترجع إلى وضع الطبيعي، والعكس صحيح، إذا زاد الضغط سود عمليات سبب إلى أنه ينخفض إلى ويرجع إلى وضع الطبيعي. بالمجمل تسوي كنترول، تسوي هيموستاسيس كنترول للجسم. البوزيتيف فيدباك قلنا تكون انستابيليتي سام تايم كوز فيريس سايكل اند ديث، نتيجة شدة عملها ونتيجة شدة يعني استقرار ونتيجة الاستمرارية بالعمل معها لوحدها، إذا عملت لوحدها بدون النيجاتيف فيدباك راح تكون انستابيليتي أو يسموها الفيجاس الفيسيوس سايكل. Why do essential all control system of the body part by negative feedback rather than positive feedback؟ ليش كل العمليات تتم عن طريق النيجاتيف مو البوزيتيف؟ ممكن فد مثال صغير هذا المثال عن طريق هذا الشرح او هذه الصوره اللي امامكم ممكن تفهم او تتوقع عندك بصوره بسيطه نوعا ما. هذا المثال او هذا الرسم البياني ده يوضح الى انه جسم الانسان يحتوي على تقريبا 5 لتر من الدم. اوكي، الان انت تعرض الى حادث جرح، حادث اي شيء، سبب عندك نزيف. اذا فقدت الدم تقريبا نزفت 1 لتر من الدم وسيطرنا عليه بشنو؟ انه صار لك لوتينج وارتفع ضغط الدم، انت بنصير نزف، راح يصير انخفاض بالضغط لانه يعني الدم ده يخرج. فاذا صار العمليات داخل الجسم انه زادت صارت كلوت وارتفع الضغط ورجع الوضع الى انه انفقد دم لتر واحد ووقف النزيف، ممكن راح ترجع الخط الازرق يرجع الى الطبيعي الى النورمال. ولكن اذا استمر بالنزف شلون استمر؟ انه الضغط، انه القلب ظل ينبض، ظل لانه النزف الدم بعده دا يطلع، فالقلب حتى يعوض انخفاض ده يزيد الحركه مالته، بس وزياده الحركه مالته ده يدفع الدم، بس ده يدفع الدم وين؟ ده يطلع الدم للخارج، ده يطلع الدم، يطلع يستمر بوزيتيف، ده يستمر بالحركه. وصلت الى 2 لتر، الان دخل في مرحله الخطر، استمر الى 2 لتر، اذا هم سيطرنا عليه ممكن يرجع للطبيعي، ولكن ما زاد استمر من 2 ودون الى بعد 3 ساعات تقريبا راح يفقد كل الدم وبالتالي يؤدي الى الدعف. اذا البوزيتيف اللي هي هذا الخط من اثنين لتر الى 3 ساعات، اذا استمر بالنزف عدم ما صارت بها التخثر واستمر او ما صارت السيطره على النزف، ما صار يعني السيطره على النزف واستمر القلب بالضغط لفترات اعلى، راح يسبب بانه طرح كميات الدم خارج الجسم
وفقد الجسم كميات اكبر من الدم من الثنين لتر خلال 3 ساعات. اذا ما راح يسيطر عليه راح يؤدي الى حاله الديث. هنا النيجاتيف ما اشتغلت، لان فقط البوزيتيف تشتغل. النيجاتيف اشتغلت الى حد الخط الازرق انه سيطرت، رجع الى وضع الطبيعي، رجع صار التوازن ما بين خلا اعضاء الجسم. بينما اذا استمر دكتور تستوستيرون هرمون له علاقه بالهوميوستاسيس هنا، كلها لها علاقه. مو قلنا هرمونال ريجوليشن، مو قلنا نيرفس ريجوليشن وهرمونال ريجوليشن، نيرفس وهرمون ريجوليشن، اوكي، اللي ذكرناها بالاستعدادات السابقه. هذا الاستاد هو شرح للصوره. نقول اذا بيرسون از سدنلي بليد لترين، كميه الدم اللي راح تقل ديجريز تو ساتش لو ليفل ذات نوت انف بلاد از افيلبل فور ذا هارت تو بامب افكتيفلي. نتيجه لذلك الارتيريال بريشر راح ينخفض اند ذا فلو اوف بلاد تو ذا هارت مسل ثرو ذا كورونري فيزلز ديمينيش. نتيجة الريزولت of the weakness of the heart further diminish pumping further decrease in the coronary blood flow، راح يستمر بالضغط أو بالدفع الدم and still more weakness of the heart، راح يظل يضعف القلب. يعني القلب ده يشتغل يدفع بالدم حتى في سبيل أنه يرفع الضغط، بس وش ده يسوي؟ ده يدفع دم، ده الدم ده يأخذ للخارج. هذا الشغل ده يسبب عمل أو إجهاد على القلب، راح تبدي تلعب شوية عضلة القلب شوية شوية إلى أن توصل إلى الديث. Each cycle in the feedback result in the further weakness of the heart. كل زيادة نبض أو كل عملية دفع هي تضعف بدون سيطرة، تضعف من عمل القلب، تضعف من عمل القلب إلى أن يوصل النهاية إلى death. More stimulus cause more of the same which is positive feedback. Positive feedback is better known as a Pagias cycle. Mild degree of positive feedback can be overcome by the negative feedback control mechanism of the body and the vicious cycle fail to be developed. اللي قلنا عليها من الخط الأزرق إنه دخلت الآن النيجاتيف مع البوزيتيف، صار تأثير مايلد للبوزيتيف مو هاي للبوزيتيف، وبالتالي سيطرت ورجع إلى وضع الطبيعي. For instance, if the person and the example where bleed only one letter and stay to a flow letter, the normal negative feedback mechanism for control cardiac output letter, the normal negative feedback mechanism for controlling cardiac output and arterial pressure would overbalance the positive feedback and the person would be recovered. يعني إذا هو فقد اللتر الدم وبدأ السيطرة عليه، بدأ يقل النزيف، الآن دخلت النيجاتيف فيدباك رجعت على الدماغ أنه العفو على القلب أنه قلل الحركة مالتك حتى لا يظل يدفع دم. فمما يظل يدفع دم راح يرجع الآن شنو؟ يقل نزف الدم إلى الخارج، وبالتالي يقل يستمر الدوران الدم داخل الجسم حتى تكتمل غلق الجرى ويتوقف عمل البوزيتيف. البوزيتيف بعد ما تشتغل، يعني ما يؤدي إعاز إضافي للقلب إنه ظل اشتغل ظل اشتغل ظل اشتغل، لا، يعني جاء له إعاز من النيجاتيف إنه خلاص أوقف، فقدنا لتر، تم تسيطر عليه، ارجع إلى وضعك، راح يتوقف. بالتالي الآن دخلت النيجاتيف مع البوزيتيف وقفت العمل، رجعت الشخص إلى الوضع الطبيعي. نعم نعم نعم. النيجاتيف والبوزيتيف، البوزيتيف سوى من انجراحه انت من انجراح الدم من انجراح الدم صار قله بالفينوس ريتيرن وقلنا بالكارديك اوتبوت، اتحسس به القلب حتى يحسس هذا، يعني وصار عندك بالمجمل صار عندك انخفاض بالضغط. من انخفض الضغط انخفض الدم الرئوي، يرجع هذا الوضع الى وضع الطبيعي. ايش راح يشتغل؟ يزيد الكونتراكتيليتي مالته، يزيد الكونتراكشن مالته. حتى شو يسوي؟ يقول لك خل ادفع دم زايد، يجوز مثلا صار يكون انخفاض بالضغط، مدى يرجع لي الدم حتى ارجع الى وضع الطبيعي. فكل فكره انه يدفع دم زايد حتى يرجع الوضع الى وضع الطبيعي. اذا باللتر دخلت النيجاتيف فيدباك، اذا هو فقد لتر ودخلت النيجاتيف فيدباك انه قالت له للقلب توقف خلاص توقف لح تتم السيطرة عليه، هو فقد لتر لح توقف البوزيتيف فيدباك. يعني شنو؟ يعني عملية الكونتراكشن القوية الأكثر من اللازم من القلب راح تقل، ترجع إلى مستوى الطبيعي بمساعدة النيجاتيف.
فأثرت النيجاتيف أثرت على البوزيتيف اللي هي شنو، يعني النيجاتيف قللت من الكونتراكشن مالت القلب أكثر من اللزوم، وقفت البوزيتيف إلى أن شوية شوية يرجع إلى وضع الطبيعي، يرجع يرتفع الضغط، يرجع يرتفع يرجع الفينوس سيرتين يزداد، بالتالي يرجع إلى وضع الطبيعي. بس إذا النيجاتيف ما دخلت خلال اللتر، إذا النيجاتيف ما وقفت عمل القلب وظل القلب ينبض أكثر من اللازم، ينبض أكثر من اللازم في سبيل أنه يرجع الضغط إلى يرتفع، رحم الله والديك، راح تكون السيطرة المن، راح تكون السيطرة فقط للبوزيتيف، راح تقول له ايه ظل انبض هو ده ينبض بس يسرب، رحم الله والديك، راح يظل ينزف دم ويطلع للخارج وبالتالي يوصل الى الديث. اوكي، فبذلك ان البوزيتيف والنيجاتيف، البوزيتيف اذا اشتغلت لوحدها هي ديث، بينما اذا اشتغلت بالتداخل مع النيجاتيف هي تكون ستابلتي، بينما النيجاتيف فيدباك بالعموم هي ستابلتي. هذا هم مخطط يوضح السيفير هيموريج اللي صار عندنا، من صار عندنا سيفير هيموريج يصير عندنا قله بالفينس رتين، وده يصير عندنا قله بالكاردييك اوتبوت اللي سبب شنو، اثر على البلد بريشر، سو انخفض البلد بريشر، وبالتالي انخفاض البلد بريشر اثر على قله الكورونري بلد فلو داخل الجسم، وبالتالي قلل الكارديو كونتراكتيليتي حتى يرجع زياده بالكارديو كونتراكتيليتي ويرجع يرفع الضغط ويرجع الفينس رتين. ايش يسوي بوزيتيف للكاردييك اوتبوت، يعني زيد عمل القلب اللي قلنا عليه حتى يرجع هاي الامور الاسهم الى الاعلى يرجعها. فاذا استمر انه بالزياده راح يؤدي بدون سيطره الى الديث، اما اذا دخلت مع النيجاتيف ووقفتها عند حد معين راح تتم السيطره عليه. واضح؟ واضح دكتور. طبعا احنا من امور السيطره الثانيه، طبعا هم من يجيك للمستشفى او اذا اكو احد مجد انه ما يضغط على الجرح يسد الجرح او يسيطر عليه، هاي كل هذا تساعد في عمليه ايقاف البوزيتيف واستجابه سرعان النيجاتيف وهكذا. اوكي تمام. نعم كل أعضاء الجسم وكل عمليات الجسم، الإنسولين، واحد عنده سكر، واحد عنده سكر، أوكي، أكل سكريات عالية، أكل سكريات، ظل الإنسولين يصعد عنده، إيش ده يصير عنده؟ بوزيتيف، ده يزداد الإنسولين بالإفراز. إذا ما جت لسيطرة من البنكرياس إنه وقف انفرز هرمون الإنسولين، وقف وخفض نسبة الإنسولين، زين راح يستمر الانسولين بالصعود، شو يسوي اذا صعد السكر اكثر من اللازم؟ شو يسوي بالانسان؟ يكتله مرحله، واجى الانسولين وقفه ونزل الى وضع الطبيعي، صار الانسان استقر، مشت الاعضاء بصوره طبيعيه واستمر. واضح؟ كل عمليات الجسم، كل أعضاء الجسم، الأعضاء داخل الجسم تعمل بطريقة البوزيتيف والنيجاتيف. البوزيتيف فيدباك ممكن تكون في بعض الأحيان مفيدة. إحنا قلنا البوزيتيف بل على العموم هي إنستيبوليتي، إذا دخلت معها النيجاتيف حتكون إنستيبوليتي، ولكن في بعض الأحيان إحنا نحتاج البوزيتيف فيدباك إنه تكون قوية، ونحتاج إنه تكون في بعض الأحيان تكون قوية. بالبلد كلوتينج از اكزامبل اوف فاليبل يوز اوف بوزيتيف فيدباك، عندما الشخص بلد فيزلز از رابتشر اند ا كلوت بيجن تو فورم مالتيبل انزايم كولد كلوتينج فاكتور ار اكتيفيتد وذين ذا كلوت از سيف ستابيليتي، يعني اذا صار عندك رابتشر بالفيزلز حتى نسوي هذا الانسداد بالرابتشر نحتاج الى كلوت خثره تتكون، هذه الخثره تتكون عن طريق شنو؟ البوزيتيف فيدباك، انه تزداد حتى نشط الانزيمات اللي تكون المسؤوله عن عمليه تكوين الخثره، تكونت الخثره سد الرابتشر خلاص اوكي وقفت البوزيتيف فيدباك. ولكن اذا استمرت البوزيتيف ظلت تنطي اعاد انه يا اكلوت يعني يا انزيمات تنشطي راح تنشط انزيمات احنا ما نريدها تنشط، من نشطت هاي الانزيمات راح تسوي اكلوت اكثر من المطلوب، وبالتالي السد
مجرى الدموي وتؤدي ايضا الى الوفاه. الحاله الوحيده اللي يكون بها البوزيتيف فيدباك مفيد ايش قد ما تزداد، ايش قد ما تزداد مو توصل الى مرحله، لا كل ما تزداد البوزيتيف كل ما تكون هي مفيده، هي عمليه ولاده الطفل تشايلد بيرث. تشايلد بيرث احنا نحتاج دائما قوه لعضلات الرحم حتى يدفع الطفل. اذا صار ضعف بالعضلات، اذا صار ضعف بالعضلات ما راح يندفع الطفل، وبالتالي ندخل الى ممكن عمليه قيصريه او تعقيدات اخرى. فالحاله الوحيده اللي تكون بها البوزيتيف هي مفيده ومطلوبه دائما داخل الجسم هي تشايلد بيرث. إذا بوزيتيف فيدباك بلاي افاليبل رول وين يوتراين كونتراكشن بيكم سترونج انف فور ذا بودي ليد تو بيجين بوشينج ثرو ذا سيرفكس ستريتش اوف ذا سيرفكس سين سيجنال ثرو ذا يوتراين مسل back to the body of the uterus causing even more powerful contraction. وبالتالي when this process become powerful enough the body is born, the baby is born, it is not powerful enough, the contraction usually die out and a few day pass therefore they begin again. واضح؟ الحالة الوحيدة اللي يكون بها البوزيتيف فيدباك داخل جسم الإنسان مطلوبة وبقوة ونستمر عليها هي حالة child birth، ولادة الطفل. كل ما تكون قوة بالكونتراكشن، كل ما تكون قوة بدفع الطفل، كل ما تكون ضعف بالكونتراكشن ماتريتوران، كل ما تكون صعوبة بالولادة، وممكن هذه الصعوبة تستمر تتحول إلى عملية السيزيريان، تتحول إلى عمليات كومبليكيشن ثانية. الصورة توضح لنا عملية التنظيم أو الريجوليشن أو التناسق ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، من واحد إذا ارتفع درجة الحرارة والثاني إذا انخفض درجة الحرارة، إيش دا يصير بالجسم، إيش دا يأثر على الريسبيراتوري سنتر حتى يرجع الوضع إلى وضع الطبيعي. الدماغ الهيموستاسيس تمبرشر كنترول، الحالة اللي صارت شلون سيطر على درجة الحرارة ورجع على وضعها الطبيعي. الآن أيضا هذا داخل الأعضاء، داخل القلب، شلون البوزيتيف والنيجاتيف دا يعمل، البرين وغيرها من العمليات داخل الجسم. اكو احد عنده سؤال، اكو عنده استفسار الان على هاي المحاضره؟ دكتور عفوا تفضل. دكتور اخذنا السلايد 5 لما دكتور انا اتمت من حضرتك انه الافرنت والافرنت هي تنقل الإيعاز، بس وظيفتها هي نقل الإيعاز. نعم. السكيليتال مصل بشكل عام لما يوصلها الإيعاز شو وقت تكون حركتها فولنتري، شو وقت تكون حركتها انفولنتري؟ اولا بدايه السكيليتال مصل هي كلها شو شنو فولنتري لو انفولنتري؟ انت ما اخذها بالسادس؟ فولنتري دكتور ارادي. رحم الله والديك. تحت تحت اراديه الشخص. الانفولنتري وين؟ الانفولنتري بالاورجان، بالداخل الاورجان. رحم الله والديك. اذا هي الاعضاء الداخليه والقلب، هذا انت ما مسيطر عليه، ما مسيطر عليه. هي شو معنات فولنتري انفولنتري؟ الفولنتري وانفولنتري هي حركه يعني ما مسيطر عليها، غير مسيطرة. أوكي؟ يعني يشتغل الجسم بدون مسيطر عليه، الدماغ اللي يحركه، الدماغ اللي يقول له اشتغل أو لا تشتغل. بينما بالسكيليتال مصل أنت ممكن تتحرك، ممكن ما تتحرك، ممكن تتحرك، ممكن ما تتحرك. بس عملية تشكة الأبرة، عملية تشكة الأبرة هي اعتيادة تسحب ترأس إيدك تسحبها، يعني أنت مسيطر عليها، يعني إجالها نقل، إجالها عصب، إجالها فتشي من الـ 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 يعني من الدماغ، خلت لك حركتك غير مسيطر على راسا بعدت ايدك، راسا بعدت ايدك. بس حركه العضلات بالسكريتال شنو هي؟ دائما فولنتري. رحم الله والديك. بس الكاردياك مصل والداجستيف هي انفولنتري، هي انفولنتري ما لك السيطره عليها. يعني انت من تاكل معده ما تنترس مو بكيفك تقولها فرغي، بينما انت من ايدك تجي تريد تشيل تليفون او تريد تروح على دمبوس وتشك الدمبوس تقدر تخليه تتحمل التشكه وتقدر توخر ايدك عن الدمبوس. دكتور صح ولا لا؟ الاوتونوميك سيستم صح. رحم الله والديك. احنا بدنا نقول انفولنتري يعني الحركه مالتك اللا اراديه اللي صارت انت لا اراديا بعدت ايدك، هذا مصطلح انفولنتري. دا اقول هي انت لا اراديا بعدت ايدك، لا اراديا بعدت ايدك. ليش لا اراديا بعدت ايدك؟ لانه اجل النقل من السنتر من الريسبتر راح للدماغ، الدماغ قال للعضله يا عضله الايد ابتعدي، انت بعدت ايدك. فهي انت لا اراديا راح تبعد ايدك، بس هل انه انت العضله الهيكليه هي فولنتري او انفولنتري؟ لا، العضله الهيكليه فولنتري، انت سيطر عليها، انت تتحرك. نوع الحركه انفولنتري.
نوع الحركه عافيه صحيح. يعني طريقه الحركه اللي انت يعني هسه انت تصورها، انت تصورها انت قاعد وتشك ايدك بالدمبوس، يعني لازم راس راح تبعد اصبعك، راس راح تبعد اصبعك، فهمت علي؟ عاشتينك. احنا بنقول احنا القصد من هذا المعنى انه انت راس حركت اصبعك. ليش راس حركت اصبعك؟ لانه جهه يعازه من الدماغ للعضله انه حرك ايدي، ابتعد عن الاستيمولاس. عاشتينك. فهمتوها هسه؟ نعم. بس سلايد 22 اذا مو زحمه سلايد 22 عيد لنا اياه. صراحه مقطعين من الصوت. اي هذا بالضبط النزيف مالت الرسم. اي مالت الرسم بالضبط، هو الرسم نفسه الفكره. حبيبي هذا الرسم، انت شخص جسم الانسان يحتوي من الدم 5 لتر من الدم، اوكي متفقين؟ اي نعم دكتور. تمام دكتور. صار عندك جرح، صار عندك اكسيدنت، جرح، ضربة سكينة، ضربة سيارة، اي شيء اي شيء اي حادث، بدأ الدم يطلع، بدأ الدم ينخفض من 5 نزولا، من 5 نزولا الى الدم. اذا انت فقدت لتر من الدم، يعني بدل 5 صار 4 لتر، اوكي هذا 4 لتر خلال هاي الفترة انت صار عندك انخفاض بالضغط، وصار عندك قلة بالفينس رتين الى القلب، اتحسسها القلب، سوى القلب سوى زياده بالكونتراكشن حتى يعوض انخفاض الضغط، انخفاض ضغط بسيط مو قوي، بس اشهر عنده صار عنده انخفاض لان نتيجه النزف يقل الدم فيقل الضغط. بدا القلب يشتغل، من اشتغل القلب اكثر من اللازم حتى دا يعوض هذا الانخفاض بالضغط والانخفاض بالفينس ريتم، اذا وصل الى حد اللتر، انت دم عندك لتر واحد دم طلع، اذا وصل هذا اللتر ودخلت النيجاتيف فيدباك انه يابا خلص يعني صار استجابه، فوقف يا قلب الكونتراكشن مالتك القوي ورجع الى الطبيعي الى حين ما ينقف الكل، انت الان استابيليتي رجعت الى الوضع الطبيعي. ولكن اذا فقد اللتر وما دخلت النيجاتيف فيدباك انه وقفت عمل القلب وظل القلب ينبض 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 بصوره قويه، لان القلب يفكر انه يرجع الى الوضع الطبيعي فيظل انه يعطي دم حتى يريد يرجع الضغط الى وضعه الطبيعي، بس هو شنو ما يدري انه اكو شيء يعني مفتوح ده ينبض، ظل ينبض راح يبدا ينزل من 1 إلى 2، من 2 الى 3، من 3 الى 4 الى 1. خلال انت اذا فقدت لترتين من الدم، اذا فقدت لترتين من الدم خلال 3 ساعات، خلال 3 ساعات وما دخلت النيجاتيف فيدباك، خلال 3 ساعات ممكن راح تظل تفقد دم تفقد دم تفقد دم وتؤدي الى الوفاه، لانه القلب راح تضعف العضله مالته، راح يظل يشتغل ما ياخذ راحه شويه. الراحه مالته شنو؟ الراحه مالته بنت القلب، ان القلب مو يتوقف عن العمل، ولكن شنو الضغط مالته؟ الضغط مالته بدل ما يشتغل 50، بدل ما كان يشتغل عفوا 100 راح يشتغل 50 شويه، انطاه راحه ما يضل يشتغل 100 120 130 140 هكذا، فهمت علي؟ يرجع الوضع الى وضع الطبيعي، لا تظل تضغ دم حتى لا تظل تتقلص هوايه، حتى لا تظل تضغ دم هوايه، لان كل ما يتقلص اقوى كل ما يدفع دم اعلى، بس كل ما يتقلص طبيعي ده يدفع دم، بس الدم شيء بسيط ممكن يسيطر عليه، يسيطر عليه بالكلوت، يسيطر عليه انت بايدك تضغط عليه وهكذا ترجع الى وضع الطبيعي. اوكي تمام دكتور ممنونك. نعم لا البوزيتيف 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 مو هو هنا الشغله، مو هو انت هنا الشغله، هو انت بكل احوال الدماغ ده يسيطر، بس في بعض الاحيان تخرج الامور عن سيطرتها، يعني صح الدماغ ده ينطي يقول لك يابا اشتغل، انت سويت الكلوت صارت الكلوث انسد الرابشر، بس انت اثناء هذا العمل مات البوزيتيف هو صح نشط العوامل الخسرة الطبيعية، في نفس الوقت اللي نشط بعوامل الخسرة الطبيعية اكو عوامل مهيئة مو عوامل ثانية ما الخسرة غير مرغوب فيها اتحفزت بصورة ولو بسيطة، من اتحفزت نشطت، من نشطت سوت كلوث اف اعلى، هنا الدماغ بعد يعني راح يظل هو ينطي اعاده البوزيتيف، وكل البوزيتيف والنيجاتيف ده يشتغل انه انت اشتغل يعني سوي كلود، بس اذا صار
طبيعية عافية أو سد ال 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 الرابشر رأس النيجاتيف راح تطي إعاز. أوكي إعاز هو شنو؟ من الدماغ أيضا، من الدماغ، من الدماغ للكلو للكلوت إنزيم إنه أوقفي خلاص بعد الصيرين. بس إذا هي صارت بنفس الوقت تنشطت هاي وهاي وفاضت يعني زادت بالعمل الغير مرغوبة عن المرغوب فيها، هنا راح تطلع تخرج الأمور عن السيطرة، فسبب الكلوت الكبيرة اللي سبب الانسداد بالأوعية الدموية. هنا الدور النيجاتيف بعد ما يشتغل انتهت، لأن خرجت عن السيطرة راحت بعد. نعم دكتور، البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك هي تابعة للباراسمباثيك والسمباثيك؟ طبعا انا خليت فينا. طبعا طبعا طبعا، مو احنا قلنا نرجع ونقول اذا انخفض الضغط مالتك القلب راح يشتغل اعتيادي بكيفه يصعد الضغط، لو غير له تاثير من الدماغ يصعد السمباثيك ويقلل الباراسمباثيك. مو تمام؟ تمام. بس هذا الصعود والنزول اكو شيء الى محدد، اكو درجات يكون غير محدد يدخل بيه البوزيتيف والنيجاتيف. بس كتحفيز للعصبي نعم السمباثيك والباراسمباثيك يشتغل، يعني القلب شلون يشتغل؟ السمباثيك يزيد الكونتراكشن، الباراسمباثيك يثبط الكونتراكشن يقلل السرعه، واحد يزيد السرعه واحد يقلل السرعه وهكذا. اوكي شباب، عين نبدي محاضرتنا الثانيه ان شاء الله اللي هي البادي فلويد. تفضل اسال ولا تخاف دكتور. ثانيه فيرا، فير اخذت الاخذ لفظك الها غلط. فيرا في اي في اي ار اي في اي ار في اي ار اي فيرا. والله هي البوليسايثيميا هي قلة التعود طب ال فالفيرا يعني يعني ما صراحة ما أعرفها، ما مر علي هذا المصطلح أول مرة. يا هلا، ندخل على المحاضرة الثانية شباب. دكتور. نعم تفضلي تفضلي. دكتور بس عندي سؤال بال الحرارة من ينقلها الدم، احنا حتى بالمحاضرة الأولى أخذناها أنه هي تتولد من الأعضاء الداخلية والدم راح ينقلها من الأعضاء الداخلية للأعضاء الخارجية، زين هي الحرارة شنو أصلا؟ يعني هسه CO2 من يتولد من الميتابوليزم والنشاط البكتيري يطلع بالدم عن طريق اللانكس، زين الحرارة هي شنو؟ شنو الحرارة هي شنو؟ أنت هسه من صار عندك صار عندك أكلتي كربوهيدرات ودخلت بالجسم، الكبد راح يبدي يشتغل حتى يسوي الجلايكولايسيز وغيرها، وبعدين دورة كريبس وكذا. هذني انتم مو اخذتوها بالكيمياء انه تطي ناد وتطي فاد وتطي ان اي دي اتش وغيرها، هذني شنو عباره عن شنو؟ هذني عباره عن طاقه حراريه، عن طاقه بتقطيع سلاسل الكربون وتحويلها الى سلاسل اصغر يستفاد من عندها الجسم. فهذا من دي يتولد دي ينطي غير دي ينطي اشعاع حراري، دي ينطي حراره تطلع للجسم وين تنتقل من الخلايا، تنقل من الخلايا الى الجسم ككل، الى الجسم ككل. يبدا الجسم الان يطرحها اما عن طريق ايفابوريشن يزيد عن طريق التبخر او عن طريق السويتنج يتعرق يقللها. اوكي زياده التنفس، فهي الحراره متولده. انت عندك اعتيادي من العمليات الايضيه للخلايا، كل خلية تعمل ميتابوليزم حتى حتى تقلل الدي يدخل لها توصل إلى صورة أقل ما يمكن أو الاستفادة من عندها. يعني أكلتي سكريات خب ما تبقى سكر على وضع أنت اللي أكلتي، غير يتحطم إلى سلاسل صغيرة يستفاد من عندها الجسم. الدهون اللي
اكلتيها غير يتحطم الى سلاسل او اجزاء اصغر حتى ينطي الطاقه اللي يخزنها الجسم، والزائده راح تنخزن بشكل ترايجليسرايد بالخلايا. فهمتي علي؟ اي دكتور. نعم. كن سؤال. تفضلي. الدكتور عندنا بالنسبة للجسم حتى يوصل الحالة الاتزان يعني هيموستاسيس، إنه بالبداية بالنسبة للارتفاع الحرارة إنه حيوت تصل إشارات عصبية من خلال المستقبلات عن طريق العصب الحسي للدماغ. نعم. كإفيرنت تنتقل بعدها من الدماغ انه من خلال جسم الخليه والمحور العصبي اللي بالخليه. نعم. اي حتنتقل كافيرنت يعني بال نعم. بالاي تنتقل للخليه الجسميه او هذا الجزء، وبعدها حيوصل الجسم الى هيموستاسيس. زين يعني هيك انه هذه الطريقه انه اي طبعا هاي الطريقه هو ياثر زادت درجه الحراره عندك راح يروح للدماغ يقول له يابا الثيرموريجوليشن سنتر بالدماغ يقول له الحراره صعدت على 37 شلون نرتبها؟ يرتبها اما عن طريق التعرق زياده التعرق يصير زياده بالسويتنج او عن طريق زياده الايفابوريشن عن طريق زياده التنفس وتطلع الحراره بشكل بخار من الجسم فيسوي ذني الحركتين زين حتى يرجع ال 38 الى 37 رجعت درجه الحراره الى 37 الان شو سوى؟ انطي للدماغ مره ثانيه يا بتر استقرت الحراره رجع 37 وقف الان قلل السويتنج وقلل الايفابوريشن رجع طبيعي. اي تمام دكتور يعني انت يروح للدماغ كافيرنت ويرجع من الدماغ للخليه الجسميه كافيرنت. مضبوط مضبوط. تمام دكتور شكرا. اوكي شباب المحاضره البودي فلويد واضحه عندكم كلكم؟ نعم دكتور واضح. واضحة الجروبين نعم نتوكل على البودي فلويد حتى نحافظ على الريليتيف كونستانت فوليوم والستيبل كومبوزيشن اوف ذا البودي فلويد حتى نوصل الى الهيموستاسيس لابد ان نفهم مصطلح شنو TBW اللي هي شنو معناتها التوتال بودي ووتر. توتال بودي ووتر معظم العمليات الأيضية معظم العمليات داخل الجسم معظم الأمور كل الأعضاء كل أعضاء الجسم تعتمد على البادي توتال بادي ووتر أو البادي ووتر أو البادي فلويد الموجودة بالجسم. تختلف كمية التوتال بادي ووتر من شخص إلى آخر باختلاف العمر باختلاف الجنس باختلاف نسبة الدهون. مثلا بالإنفانت يكون تقريبا 73% من جسمه هو عبارة عن مي. بالميل نسبة 60% من جسمه هو عبارة عن مي. الفيميل تقريبا 40-50%. الأوبيسيتي أو الدهون كل ما تزيد راح الأولد إيج بالكبار السن اللي يشوف دائما جسمهم يعني جلدهم مترهل أو جلدهم يابس أو كذا لأن قلت عند الفلويد تقريبا 45% من الجسم هي عبارة عن سوائل أو مياه. هنا أنا صورة توضح اللي ذكرناه إنه الأدلت ميل 60 الفيميل ممكن تكون 40-50 حسب الأدلت مالتها. الإنفنت 73-75% ممكن يكون عندهم نسبة جسمه سوائل والأولد إيج 45% من جسم هي عبارة عن سوائل. الميجر سورس الديلي انتيك أوف ووتر هي عبارة عن طريقتين أما عن طريق الإنجستد من الليكويد اور الووتر ان ذا فود تضيف تقريبا ما يعادل 2100 مل لكل يوم اون ذا بودي فلويد او عن طريق سينثيزاز ان ذا بودي از ريزلت اوف اوكسيديشن اوف كربوهيدرات اللي قلنا عليها الميتابوليزم اللي تحدث بداخل الخليه تضيف تقريبا 200 مل لكل يوم الى الجسم فلويد. اذا الجسم يحتاج يوميا ما يعادل تقريبا 2300 مل لكل يوم. ال 2300 مل نقسمها 2100 يحصل عليها من المي اللي تشربه انت من الاكل اللي تاكله ويطلع عنه منتوج مي
من الفواكه ومن غيرها هاي تعوضك المي. الثانية المصدر الثاني يوفر لك يا عمليات الميتابوليزم اللي تعدد داخل الخلايا، توفر لك أيضا كمية من الماء حتى توصل إلى 2300 مل. إذا قل عن هذا النسبة اليومية راح تدخل في عملية الديهايدريشن، تدخل في عملية الجفاف، حيتقل الأداء. أوكي، لازم نبقى محافظين إحنا على هاي النسبة. التوتال ووتر انتيك اوف ابوت 2300 ملم لكل يوم انتيك اوف ووتر هاوفر از هايلي فيربل امونج ديفرنت بيبل اند ايفن وذين ذا سيم بيرسون اون ذا ليفل اوف فيزيكال اكتيفيتي. يعني انت شخص من شخص الى اخر يختلف عمليه استقباله للمي، ياخذ الطريقه مالت المي، يختلف بالجنس، يختلف بال 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 بالجو، يختلف بالحاله الفيزيائيه، بالحاله الطبيعيه له. يعني شخص رياضي يلعب رياضه بالقاعه هذا يستهلك مي اكثر من الشخص القاعد بالبيت. شخص دا يمشي يتعب ويستهلك مي اكثر من الشخص الجالس بالباب. الشخص قاعد بالسياره فاتح تبريد استهلاكه وشعوره بالعطش مو مثل ما شخص قاعد بالسياره ما بيها تبريد بتضرب عليه الشمس. هاي كلها امور تحدد عمليه استهلاكك للماء، ولكن بالمجمل انت تحتاج 2300 مل. الشخص القاعد بالشمس ممكن يزيد عن 2300 مل، ولكن هاي الزياده اللي اخذها راح تنطرح، يبقى فقط الكميه المطلوبه بالجسم. يعني انت الشخص اللي مال ماي اخذ الجسم كفايته واستقر، بينما اللي اخذ ثلاث طاقات من ماي من يرجع يقعد بالبيت ويستقر ايش راح يصير؟ اللترتين الزايده راح يطرحها، يبقى فقط البطل اللي اخذه اللي هو المحتاج اليومي. يعني الجسم ياخذ المطلوب ويطرح الزايد. اوكي، بالمجمل نوصل الى معدل 2300 مل لكل يوم. عمليه الفقد للمياه من الجسم تكون بعدة طرق، منها تكون اللي يسموها insoluble water. insoluble water اللي هو نفقده عن طريق lose of water by evaporation from the respiratory tract أو عن طريق السكن. نفقد ما يعادل تقريبا تفقد من 300 إلى 400 مل كل يوم عن طريق ال evaporation أو عن طريق التبخر من الجلد أو عن طريق respiratory التنفس مالتك. fluid lose in Sweden، السوائل اللي تنفقد عن طريق التعرق ممكن توصل الى حوالي 100 مل باليوم، وممكن تزداد الى 1 الى 2 لتر بالساعه حسب الحاله الايضيه او حسب الحاله الفسجيه الى قلنا الرياضي مو مثل القاعد. So must increase water intake to prevent of the fluid. قسم من الماء ايضا ينفقد عن طريق الفيسز يوصل تقريبا الى 100 مل كل يوم، وقسم من الماء البقيه ينطرح عن طريق الكدني اللي هي المسؤول الأول والأخير على عمل التوازن داخل الجسم ما بين الفلويد وما بين الإلكترولايت حتى تحافظ على ديمومة العمل للأعضاء والخلايا الجسم تعمل بصورة واحدة بصورة تقريبا ما تطرحها الكلية يوميا هم يعادل تقريبا حدود 1400 مل لكل يوم تطرحها الكلية، أو قد يزيد قد يقل خاصة في حالة الديهايدريشن. توصل نص لتر باليوم تطرح لك خاصة في حالة الديهايدريشن، وممكن قد توصل إلى 20 لتر باليوم إذا جسم drinking tremendous amount of water. This is variability of the intake is also 10 of the most of the electrolyte of the body such as sodium chloride and potassium. يعني الكلية قلنا هي المعمل أو الأساس اللي يسيطر على حفظ التوازن ما بين المي والالكترولات. انت اذا ماكو الكترولات متوازنه ماكو عمل صحي للخليه، ما راح يصير اكشن بوتنشال، ما راح يصير انتقال، ما راح يصير استجابه، كل هاي الامور تختلف. فالكليه هي اللي تحافظ لك على هذا التوازن. ما بقلعد. قلنا طرح الطبيعي تقريبا 1400 لكل يوم باليوم تطرح، ولكن قد يزيد او قد يقل، قد يقل الى نص لتر باليوم اذا صار عندك ديهايدريشن جفاف، قد يزيد الى 200 لتر باليوم، عفوا الى 20 لتر باليوم، قد يزداد اذا انت شربت مي كلش هوايه. هذا ما يخب ما يبقى بالجسم، اذا بقى بالجسم راح ياثر على خليه تنفخ، فلازم ينطرح خارج الجسم حتى ترجع الى وضعها الطبيعي.
الصوره هاي توضح لنا انه انت عندك زاد بالانتيك والاوتبوت والطرح مالتها والنسبه الطبيعيه. نلاحظ احنا بالبرولونج نلاحظ احنا عدياديين اليورين يطلع 1400 ولكن بالبرولونج بالهيفي اكسرسايد يطلع 500. هسه واحد يسال يقول ليش قلل ليش صار 500؟ لان انت بالمقابل شنو زاد عندك؟ زاد عندك السويت جلاند، يعني انت من تلعب رياضه تتعرق اكثر مما تروح تسوي يورينيشن، يطلع عندك عرق اكثر مما تروح تسوي يورينيشن، فبالتالي العرق دا يعوض هذه الزياده انه حتى يصير جهد على الكليه دا يطرحها عن طريق التعرق، وبنفس الوقت ايضا الكليه تطرح ولكن الزياده ما تكون اقل مما لو هي في حاله الطبيعيه. البلدي البادي فلويد كومبارتمنت توتال بادي فلويد بالجسم كله اللي قلنا عليها 60% او 73% او 50% او 75 تقريبا تحتوي من اللاترات، اذا اريد نعوضها على اللاترات هي تقريبا 42 لتر وانتراس فلويد. الاكستراسيلولر فلويد تراسيلولر فلويد اللي تكون داخل الخليه. الاكستراسيلولر فلويد نقسمها الى قلنا الانترستيشال فلويد والبلازما، وعندنا نوع ثاني اللي يسمونه ترانسيلولر فلويد اللي هو موجود بالساينوفيال بريتونيال بريكارديال بالانترا اوكولار سبيس بالسيريبرو سباينال فلويد بالدماغ ماركت فروم ذا اوف بلازما اوف انترستيشال فلويد. الترانسيلولر فلويد تقريبا الترانسيلولر فلويد هذا النوع الاخير تقريبا يحتوي من 1 الى 2 لتر من المجمل مال 42 لتر، يعني مجمل 42 لتر من عنده 1 او 2 لتر هو عباره عن الترانسيلولر فلويد اللي هو تابع للاي سي اف. الانترستيشال فلويد اللي هي تكون الفلويد اللي بداخل الخلايا تقريبا 28 لتر من الانترستيشال فلويد ما تعادل تقريبا 40% من 42 لتر، وتقريبا 14 لتر هي خارج الخليه اكسيت مجمل دم اثنيناتهم راح توصل لنا 42 ل 60% او ال 50% او 73% او ال 45% اللي ذكرناها حسب اختلاف وزن الجسم او حسب الجسم الشخص. الانترستيشال فلويد تقريبا 11 لتر اللي يتكون تقريبا 3 ارباع الانترستيشال فلويد، والبلازما تقريبا 3 لترات اللي ما تعادل تقريبا ربع واحد من الاي سي اف، يعني الانترستيشال هو 3 ارباع بينما البلازما ربع واحد من الاي سي اف. اول الاي سي اف عند الاي سي اف تكون 60% من ادلت مان تقريبا وزنه 70%، يعني 42 لتر اللي موجودة بالجسم هي ماخذيها كدراسة نموذجية لشخص وزنه 70 كيلوغرام يكون أدلت ميل يحتوي على تقريبا 42 لتر. كل ما حيزيد الوزن كل ما راح يزيد الوزن أو كذا راح ممكن أنه يتقل تضغى الدهون على حجم الماء حيقل بعمليات حسابيه وعمليات معقده ما يعني تعقدون بها، بس افهم انه انت كل ما يزيد الدهن كل ما تقل السوائل. اوكي هذا 42 لتر او 60% هي لشخص وزنه 70 كيلوغرام. اوكي 70 كيلوغرام. هنا الصوره توضح لنا البودي فلويد كومبارتمنت بالبلاد سيل بالانتر بالسيل ممبرين الانتراسيلولار فلويد. الفلويد كومبارتمنت اللي قلنا تقريبا ما يعادل 60% في البودي ويت نقسمها الى اكسترا وانترا. الاكسترا هي تقريبا تساوي الثلث 33% في التوتال بودي ووتر 20% اوف بودي ويت من وزن الجسم. الانترستيشال فلويد هي الثلثين 67% من التوتال بودي ووتر تقريبا 40% من وزن الجسم. الاكسترا فلويد اللي قاعدين نقسمها قلنا الى بلازما وانترستيشال والترانسيولار فلويد وقلنا على مكانها وين نسبها وين موجوده. كومبارتمنت او الفلويد بالانس توتال بودي ووتر 42 لتر ما يعادل 60%، انتراسيلولر فلويد 28 لتر والاكستراسيلولر فلويد هي 14 لتر. صوره توضح لنا الاي سي اف والاي سي اف الموجوده بها الايونات الكات ايون والان ايون، ايضا اضافه الى الموجوده بالداخل والخارج واختلافها بالنسب ياهو الاعلى بالداخل ياهو الاعلى بالخارج. صوره توضح لنا ايضا
التوتال بودي ووتر ال 42 بال 60 ان ادلت مان افريج ب 70 كيلوغرام، شلون الانتيك وشلون الاوت تيك يطلع ويدخل الداء الماي ويخرج الماي والمحافظه بالتالي حتى نحصل على الاكسترا والانترا بنسبه 42 لتر. الان الوظيفه ككل او الوظيفه الممكن نستفاد من عدم بالبودي ووتر او الفلويد فانكشن هي تقريبا 10 وظائف او 10 مهام او 10 اهميات لها، اللي هو تلاحظون انت الرسم تشوفون الطفل من هو اول ما يوتر 8% بعدين يصير 70 بعدين 65 60 55 ويوصل الى 55 55% يبدا يقل الماء عنه ويتعوض بالدهون. اكت ميديوم مثلا المياه هي اكت ميديوجين تكون اسينشال كونستانت فور اول ليفينج سيل. طلبت وياي؟ نعم دكتور وياك. تمام وشفت هدوء تام فقلت يعني مو معقولة ما حد شوي يدخل مباشرة. اوكي تمام. الثالثة ممكن تكون كسولفنت اكشن، وظيفة السولفنت بروفايد ميديوم فور اول كيميكال اند انزيم رياكشن، ممكن نلعب دور مهم بالرول الريجوليشن اوف pH بداخل الجسم وبالتالي يسيطر على الاوزموتيك بريشر بالفيريوس بود فلويد، يكون essential for gases exchange of oxygen and carbon dioxide in the tissue and the lung. ممكن يسمون regulation the body temperature through its property of heat absorption and distribution. ممكن يكون excrete and the lubricant action in potential space for example joint or the pleura and the pericardium. ممكن يكون major compound او الاساس، ممكن الاساس major compound of the blood plasma act as a vehicle for various physiological process for example the absorption of different food taft from GIT and reabsorption. ممكن نعمل cerebral spinal fluid it's act a mechanical buffer which prevent injury of يحافظ عليه من الجرح وبالعين، ويستخدم ممكن يعني يكون وجود الماء بالعين ايضا بكميه معتدله او بكميه متوازنه. ممكن يكون ريفراكتيف ميديوم فور لايت رايز كمنعكس لامتصاص الاشعه. يشابه ويا وظائف الدم دكتور شويه. ها عيني يشابه ويا وظائف الدم تقريبا. هو الدم شنو هو؟ هو الدم مو سائل. نعم هم سائل. هو الدم اساس الماء تمام ولا لا؟ فعلا نينا. فهي من نقول الدم يعني تقول انت الاكسترا سيلولار فلويد يعني الماء، يعني هاي وظائفها. ندخل الى مصطلح يسموه الاوزموزيس او الاوزموزيس اكروس سيلكتيف بيرمبل ممبرين النت ديفيوجن اوف ووتر. الاوزموزيس او الاوزموزيه او الضغط الاوزموزي بصوره بسيطه نعرفها هو النت ديفيوجن اوف ووتر across a selective permeable membrane from region of high water concentration to one that has low water concentration. يعني هذا الصورة الأمامنا التيوب الأمامنا الخط الأسود اللي بالنص هو عبارة عن selective permeable membrane. selective permeable membrane نعتبره هو شنو؟ هو cell wall اللي يفصل ما بين الـ ECF والـ ICF، يفصل الـ extracellular fluid عن الـ intracellular fluid. الأوزموزيس هو عبارة عن انتقال الماء high concentration للماء إلى المنطقة اللي يكون بها low concentration من الماء عن طريق السيمي بيرمبل ممبرين، عن طريق غشاء اختياري النفوذية. شنو معنى الغشاء اختياري النفوذية؟ غشاء اختياري النفوذية إنه يكون نافذ لمادة وغير نافذ لمادة أخرى. يعني مادة تنفذ من عنده سهلة تخرج من عنده سريعة، راح ناخذها إن شاء الله هاي بالسيل من ندخل بالسيل والسيل وول وكذا ونشرحها راح تفهموها، بس حتى تاخذ فكرة عنها بسيطة. إنه السيمي بيرمبل يكون نافذ لمادة تدخل من عنده سريع وغير نافذ لمادة أخرى. فالمادة اللي ما تنفذ إيش تحتاج لها؟ تحتاج لها إلى وسط مساعد حتى تعبر من هاي الجهة إلى هاي الجهة، فيكون عبورها أقل. شنو؟ مو ريسبتر، يحتاج الى قناه. هنا نتعامل مع قناه ما نتعامل مع ريسبتر.
هنا بالسيل بالسيل 1 نتعامل مع قنوات وليس ريسبترات. القنوات داخل القنوات اكو ريسبتر بس مو قناه ريسبتر، لا القناه يعني الجلوكوز ما يطلع من الخليه سريع، ايش يحتاج الى قناه خاصه حتى تخبر طلع من الداخل الى الخارج او من الخارج الى الداخل. هاي القناه بها ريسبتر بداخلها يتعرف على جزيئه السكر حتى يدخلها من هاي القناه. اوكي تجربة ثانية. عفوا دكتور، يعني ريسبتر موجود داخل القناة؟ داخل القناة حتى يتعرف على المادة اللي تطلع منا إلى هنا. يعني أكو قناة خاصة للسكر، من يجي السكر تفتح له الباب وتطلع من الداخل للخارج أو الدخلة بالعكس، بس من يجي الكالسيوم ما تقبله، من يجي الصوديوم ما تقبله، من يجي الكلور ما تقبله، لأن هاي خاصة للسكر. وغيرها قناة للصوديوم، غيرها قناة البوتاسيوم، غيرها قناة الكالسيوم، كلها في داخلها مستقبل. في بعض الأحيان نفس القناة تلقيها بمستقبلين، مستقبل للجلوكوز والكالسيوم، يعني يدخل الكالسيوم والجلوكوز سوا ويطلعون سوا، من يجي الصوديوم ما تستقبله، من يجي البوتاسيوم ما تستقبله، والعكس صحيح حسب القناة وحسب استقبالها. تسمى القناة باسم المادة اللي تعبرها. تفضلي دكتور سيربس باينال فلود دكتور، هاي تحافظ لنا على البفر بالدماغ بالت الانجري فقط لو كل الحالات دماغ يعني كله حتى ما تحافظ على الدماغ حتى ما ينجرح. يعني من انت توقعين فرضا قعدتي وقعتي او تمشين ودختي وقعتي، الدماغ من يرتطم بالارض حتى ينضرب بالسكال ويتحطم، من اللي يحافظ على هذا الارتطام يعني هو يمنعه؟ عافية السيربروسباينال فلويد يخليه طاموس يعني طافي يسبح منا ومنا حتى من يجي يرتطم بالسكال يرتطم بها بقوة، يمتص الصدمة، أبزورب الشوك طبعا. يمتص الصدمة تمام. أوكي شكرا يا هلا تمام. Enough water ordinarily diffused in direction through the red cell membrane for second to equal about تقريبا 100. هو رسم لكريات الدم، ماخذيها مثال، احنا ناخذ مثال كريات الدم. كريات الدم يتم الانتقال بها بالمياه، الماء يطب ويطلع من عندها ما يعادل تقريبا 100 مره من حجمها، يطب ويطلع، يخرج ويدخل، يخرج ويدخل، يخرج ويدخل بصوره متوازيه حتى يحافظ على الهيموستاسيس، حتى تحافظ على الهيموستاسيس. ولكن اذا دخل المي، تعادل المي اكثر من اللازم وما خرج، راح يسوي الى حالة شنو؟ حالة الانتفاخ الخلية وبالتالي انفجارها. ليش هذا يصير؟ لان اكو فرق ما بين الكونسنتريشن، تركيزها تركيز الالكترولايت بالداخل اعلى من الخارج او بالعكس تركيزها بالخارج اعلى من الداخل، فبالتالي يؤدي الى هجرة الماء باتجاهين متعاكسة حسب المنطقة اللي بيها يكون الماء قليل التركيز، يهاجر الماء بهذه المنطقة. إذا استمر بالمهادرة بدون الخروج ممكن يسوي swallowing أو shrinking. The volume of the cell normally the amount of the diffusion in the two direction is balanced so precisely that zero net movement of water occur. يعني انتقالها من الجهة اليمين إلى جهة اليسار أو من جهة A إلى جهة B راح يظل الماء ينتقل من المنطقة من الهاي كونسنتريشن إلى المنطقة ذو لو كونسنتريشن حتى يصير توازن. توازن شنو يعني؟ توازن إنه المي اللي صار بالمنطقة اللي كان بها قليل توازن مع المنطقة الثانية اللي كان بها المي عالي، فبهاي المنطقة بهاي النقطة من حيتوازن راح يتوقف بعد انتقال الماء، بعد ما ينتقل أحلى، فيسموها بهذه النقطة بالأوزموتيك برجر. الأوزموتيك برجر هو اللي يمنع انتقال كميات من المي أعلى، لأنه وصل إلى حالة توازن ما بين هاي الجهة اللي كانت لو والجهة الثانية كانت هاي، انتقل المي سوى توازن صار أوزموتيك برجر، وقف الانتقال خلاص بعد ما يحتاج. Under certain condition
أو concentration different for water develop across the membrane عندما تكون net movement of water does occur across the cell membrane causing the cell either to swell or shrink depend on the direction of the water movement. هاي اللي قلنا عليها يعتمد عليها على تركيزه. كل ما يكون المي زايد, هاي في بعض الحالات الخاصة, في بعض الحالات يكون كمية المي أعلى من المطلوب, أعلى, فيظل المي يتحرك, يظل المي يتحرك, استمرارية حركة الماء هذه إلى داخل الخلية كرة الدم الحمر, خروجه من كرة الدم الحمر إلى الخارج ممكن يؤدي لها إما السويل أو الشرينج, أوكي, حسب حركة الماء واتجاهها. هاي الصورة الثانية تمثل لنا الرسم اللي قلنا عليه, pure water on one side of the cell membrane and the solution of sodium chloride on the other side. Water molecule passes through the cell membrane with easy, while sodium and chloride ion passes through only with the difficulty. شوف هذا هذا البرمبرين يدخل الماء بسرعة لأنه هو سهل لدخول الماء, بينما الأيونات الصوديوم والكلوريد اللي هي تكون الصفراء والخضراء ما تدخل, صعبة, ليش؟ هي تكون impermeable للصوديوم والكلوريد, هي فقط للماء, فبالتالي شوف حركة الماء تكون سريعة. الصوديوم كلوريد solution is actually mixture of permeable water molecule and non-permanent sodium and chloride ion, وبالتالي say to the selective permeable, هاي اللي قلنا عليها selective permeable اللي شرحناه, the presence of the sodium ion the chloride displaces some of water molecule on the other side تتجه, وبالتالي بما انه الصوديوم كلوريد اللي موجوده على جهه اليمين مادة النقل الى جهه اليسار, والمي هنا يكون اعلى, والمي الجهه اللي بيها صوديوم يكون قليل, فراح تسوي عمليه حركه او زياده بحركه جزيئات الماء من المنطقه اللي بيها هاي كونسنتريشن الى المنطقه اللي بيها لو كونسنتريشن اللي بيها صوديوم كلوريد, يظل الماء ينقل الى حد ما يوصل حتى التوازن. عند هاي المرحله راح يتوقف بالانتقال لانه صار التوازن ما بين كلتا الجهتين بنسبه الماء. قلنا انتقال الماء من منطقه الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشن راح يظل يستمر الى يوصل الى نقطه محدده او نقطه معينه, يمتنع بعد الانتقال من منطقه الى اخرى, تسمى هذه النقطه هي بالاوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر هي النقطه اللي يتوقف بها انتقال الماء لانه صار تعادل بعد خلاص ما يحتاج, فيتوقف انتقال الماء. سلكت بيرنبل ممبرين نفس التجربه ايضا, تو كولوم اوف ذا فلويد وان كونتيننج بيور ووتر اند ذا اذر تحتوي على سولوشن من الصوديوم والكلوريد والمي. هنا المي نلاحظ بجهة اليمين عند ينقل إلى منطقة اللي بها البارتيكل الأذني الحمر اللي هي صوديوم كلوريد عن طريق السيمبرينبل ممبرين, ثاني ينقل المي من هاي المنطقة اللي بها يكون عالي كونسنتريشن من منطقة B إلى منطقة A حتى يعادل تركيز الماء ويرجع إلى وضعه الطبيعي عن طريق السيلكتيف بيرنبل. وصل إلى النقطة بعد ماكو ديفيوزبل ووتر أو ماكو يعني أو ماي ينقل من البي إلى الأي, عند هاي النقطة راح يتوقف انتقال الماء عن طريق الأوزموتيك بريشر. The presence different across the membrane at this point is equal to the osmotic pressure of the solution that contains the non-diffusible water. يعني الأوزموتيك بريشر بجهة البي توازن مع الأوزموتيك بريشر بجهة الأي مات السولفنت اللي هو المي والصوديوم تساوى, بعد ما يحتاج إنه ينقل فتوقف الانتقال خلاص بعد ما ينقل المي أكثر من اللازم. عندنا مصطلحين مهمة نفهمها اللي هي الأوزمولاريتي والأوزمولاليتي بشكل بسيط. بالكيمياء او من تسمع مصطلح اوزمولاريتي او الاوزمولاريتي, the concentration of the solution in term يعتمد على number of particle that unit called الاوزمول. الاوزمول اذا هي عباره عن عدد البارتيكل للماده used in the place of gram, نستخدمها بمصطلح جرام او غيرها, اذا هي عدد البارتيكل. عدد البارتيكل اذا كانت مستخدمه باللتر إذن هي أوزمولاريتي مذابة باللتر, إذا استخدمت محتاجة بالكتلة هي الأوزمولاريتي. إذن الأوزمولاريتي هي the physical property of the solution that is based of the number of the particle of the salt relative to the mass of the solvent expressed as a milli osmol لكل كيلوغرام of solvent. عفوا دكتور. نعم دكتور, هو شو الفرق بين كيلوغرام واللتر؟ يعني كيلوغرام واللتر. أنت هنا الأوزمول هو عدد ذراتها, عدد الذرات مالت البارتيكل اللي موجوده is used in place of gram.
اوكي ما يعادل الجرام. انت ما نقول الجرام بالسائل، ما نقول يعني هذا السولفنت، ما نقول به هالقد جرام، به هالقد اوزمول، يعني هالقد عدد بارتكل مذابه به. اوكي كيميائيا، هاي مصطلحات كيميائيه، هاي مصطلحات كيميائيه. الاوزمولاريتي والاوزمولاليتي، الاوزمولاليتي هي كميه البارتكل المذابه بالسائل بالمذيب بس مقارنه لها بالكلى بالجرام، يعني بارتكل اوف سولت ريليتيف تو ذا ماس اوف ذا سولفنت اكسبريس از ملي اوزمول لكل كيلوغرام اوف سولفنت، هذا هنا اوزمولاريتي نسميها. اما اذا كان النمبر اوف بارتكل اوف سولت بير لتر اوف ذا سوليوشن از يونت از ا ميجرمنت اكسبريس از ا ملي اوزمول لكل لتر نسميها اوزمولاريتي. وسوائل الجسم كلها نتعامل معها بالاوزمولاريتي، يعني احنا نتعامل مع حجم لتر وليس مع كيلوغرام، مع كتله نتعامل مع لتر. شنو فائده الاوزمولاريتي؟ كيميائيا مودا اقول لك، في بعض التجارب يقيسوه على الكتله، يقيسوه على الكتله، من قاعده الكتله على كتله الجسم صار عافيه، من صارت ككتله الجسم صارت اوزمولاريتي، بس من صارت على حجم السائل صارت اوزمولاريتي. طبعا الفرق بيناتهن، الفرق ما بين الاوزمولاريتي والاوزمولاريتي يعني تقريبا واحد، اقل الواحد فوق يعني اعلى من الواحد بشوي، يعني شيء بسيط جدا جدا بسيط. اوكي ويا يا طلاب. عفوا دكتور، يعني نعم دكتور وياك. خاصه بالمواد الصلبه والثانيه خاصه بالمواد السائله لين بها لتر؟ لا تعرفها هيك، لا صلبه ولا سائله. اوزمولاريتي يتعامل مع كتله كيلوغرام، اوزمولاريتي يتعامل مع حجم لتر، هيك افهمها. اوكي تمام. اوزمولاريتي حجم لتر، خلاص فهمنا؟ من تجي لك ملي كتلة المادة المذابة يعني بالسائل لو شون عافية يعني. كتلة المادة المذابة للوزن، كتلة المادة المذابة لللتر، حجم المادة المذابة لللتر عفوا. اي نعم دكتور وضحت الفكرة. محاضرتنا اليوم الثاني ايضا انتهت والحمد لله. عندكم سؤال استفسار عنها عن المحاضرة هاي الثانية وعذرونا للإطالة، بس أنتوا يعني هذا وقتكم، إحنا عندنا ساعتين بالجدول لكل جروب، فالساعتين هي محاضرتين حتى نلحق بالمادة يا دوب معكم. أوكي طلاب تمام دكتور. أوكي سجلتوا أساميكم بالرابط اللي نزل.